غدا وبعد غدا وبعد غدا كل يوم حد لي علمه اليوم ايش تخرجش اليوم ساخرج غدا واخرج بعد غدا واخرج يوميا من اجل فك الحصار عن مدينه تعز. الانتهاكات والتضليل واسوأ ما تواجهه تعز. وانهم كل يوم يفتحون الحجج وانهم مصرين على محاصره هذه المدينه المغلوبه على امرها. هذا دليل من بين أدلة لا تحصى على سوء نوايا الإنقلابيين وعدم مصداقيتهم عندما يتعلق الأمر بمدينة تعز. وعلى استمرار الانتهاكات في هذه المدينة المحاصرة رغم سريان الهدنة منذ أكثر من 3 أسابيع، لا شيء توقف في هذه المدينة، فالحصار ازداد سوءا والقصف والقنص يواصلان حصد العشرات وتدمير المنازل، والمعركة كما هي وبالوتيرة نفسها. ليس الحصار والقصف والقنص وحدها من يستهدف تعز، بل كذلك حملة التضليل الممنهجة التي تستهدف المدينة عبر كتيبة الانقلاب الناعمة المبثوثة في المنظمات الدولية. التقارير التي يرفعها هؤلاء تتضمن قدراً لا يحتمل من هذا التضليل المقصود لذاته. هذا على الأقل ما كشف عنه بصورة غير مباشرة الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن ومنسق الشؤون الإنسانية جيمي ماكغولدريك، الذي صدمته مشاهداته المباشرة للوقائع في مدينة تعز المحاصرة إبان زيارته الأخيرة للمدينة قبل عدة أيام. الآن فقط أدرك المسؤول الأممي أن عشرات القتلى والجرحى ما يزالون يتوافدون على المستشفيات، وأن ذلك يبرهن على عدم احترام الهدنة. وأدرك أيضا أن المدينة تعاني من نقص هائل في الإمدادات الإغاثية والدوائية والعون الإنساني، وأدرك أنه وغيره من مسؤولي الأمم المتحدة الكبار يتعرضون للتضليل. أحاديث المسؤول الأممي مع المختصين في تعز جاءت أكثر وضوحاً مما تسرب إلى الإعلام، وعلى نحو أظهر حجم الصدمة التي عاشها هذا المسؤول بعد أن رأى الوقائع على الأرض وهي تبدو أكبر بكثير مما حاول المضللون إخفاءه من مأساة هذه المحافظة وعاصمتها. على خط التضليل ألقى بعض متحوثي المحافظة بشهادته المزورة الذي لا يبرره إلا انحدار لا قعر له في هوة الارتزاق والابتذال. الاختراقات المحدودة التي يقوم بها برنامج الغذاء العالمي تكاد تتحول بدورها إلى نوع من التضليل المقصود، حيث تتعالى ادعاءات هذا البرنامج في حين لا يتجاوز حجم ما قدمه للمحاصرين حدود 10,000 سلة غذائية من بين أكثر من 400,000 سلة غذائية هي احتياجات المناطق المحاصرة كل شهر. لم تتحول تعز إلى النموذج الذي وعد به المبعوث الأممي، ولم تنجز خطوة واحدة باتجاه بناء الثقة عبر مسار تعز. على نحو يبقي هذه المدينة شاهداً حياً على حجم المؤامرة التي يتورط فيها الجميع تقريباً.